يسجل ويغير اتجاه اللعب بشكل ممتاز. هرنانيز هو في اليمين، لوليتش في الشمال، يحضر من جديد ويصوب. يا ولد عظيمة 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 عظيمة، روعة 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 روعة، متعة 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 متعة. الله عليك الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد، تصويبة ايه، متعة ايه، روعة ايه، هدف عظيم. الله عليه، تاسع اهدافه يسجلها هرنانيز بعد ما راوغ باليمين وحط بالشمال. يا جماله يا جماله، بشماله حطها له ليتقدم لاتسيو باول هدف اللقاء. وقبل هذه اللقطة قلت لحضراتكم ان لاتسيو شكله افضل، شكله احسن، مراوغة ايه، تحضير ايه، تصويب ايه، هدف عظيم. الله عليه الله عليه، روعة 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 روعة. حتى في الإعادة الكرة سريعة، في الإعادة الكرة ملهاش بطيء، في الإعادة حتى الإعادة سريعة. هرنانيز يسجل تاسع أهدافه ويتقدم للاتسيو ويصر أن ثلاث انتصارات متتالية لم تأتي من فراغ. لكن مقطوعة بشكل جميل لاميلا إلى ديسترو البديل، أدي العمق الهجومي، بدأ يتقدم ديسترو، يقف ويأجل ويراوغ ويعدي، وضربة جزاء قد تكون، ضربة جزاء، نعم 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 نعم، ضربة جزاء مع سبق الإصرار والترصد. 10 دقائق كانت كافية لعودة روما، نزول ديسترو بانطلاقاته واختراقاته وضربة جزاء لمصلحة فريق روما في الوقت المناسب. بيانيتش 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 بانطلاقته الجميلة جدا جدا، عدى بشكل جميل، راوغ راوغ على الثابتة بشكل أكثر من ممتاز لهرنانيز اللي أخطأ كثيرا في إضاعته لضربة الجزاء، بينما أندريا تسولي يبحث عن هدف التعادل بأقدام توتي النجم الكبير. توتي لو سجل سيتساوى كأفضل هداف في تاريخ هذه الدربيات عندما يسجل هدفه رقم 10-9 ليتساوى مع ديلفيكيو وداكوستا. لحظات تاريخية لنجم تاريخي ولاعب تاريخي، توتي و35 دربي، 12 انتصار و12 تعادل و12 خسارة و11 تعادل، هل يتساوى وتعتبر مستقبلا في المرحلة القادمة؟ دائما هو صاحب الأرقام القياسية ولما لا. توتي وضربة الجزاء، توتي والتعادل، توتي يسجل، نعم يسجل توتي، عملها الكبير في مباراة رقم 529، يسجل هدفه ب 27 ويتساوى ويقول أنا الملك، الملك والله نعم، لكن هنا في روما الملك هو توتي، يتساوى مع داكوستا، يتساوى مع ديلفيكيو، يسجل هدف كبير النجم الكبير ويرفع رصيده لتسع أهداف، هو الأكثر مشاركة في الديربي تاريخيا، هو الأكثر انتصارا في الديربي تاريخيا، هو الأكثر إحرازا للأهداف في الديربي تاريخيا، يسجل النجم الكبير توتي هدفه رقم 12 هذا الموسم لتصبح النتيجة التعادل 1-1. هكذا كان هو وقع هذه اللحظات وإضاعة ضربة الجزاء من هرنانيز. قلت لحضراتكم حضرة جماهير روما في المدرجات باستثارة لاعبي روما بأن العودة قادمة. نعم عاد النجم الكبير ليقدم هدية جديدة لروما، وما أكثر هداياك. توتي توتي، إنه توتي يا سادة، إنه توتي يا سادة، نجم خارق للعادة، ويسجل كالعادة ويرفع رصيده إلى 9 أهداف في الديربي كهداف تاريخي.